نسبة كبيرة من الناس بتستخدم عطر معين طول السنة وحتى طول حياتها، كل ما فضيت القنينة بتقول له عبيلي نفس الريحة وما بتفرق بين يعني منتج وآخر، إن كان صيف أو شتاء أو بيلبق مثلاً لسهرة أو حتى مناسب للفترة الصباحية. بس بعالم العطورات الأمر فيه فرق كتير كبير، لأنه مو كل الروائح المناسبة مثلاً لفترة بعد الظهيرة مناسبة للسهرة أو المساء، ولا كل الروائح الدافية بتكون مثالية للشتاء أو حتى منعشة بالصيف. لهيك بفقرتنا لليوم رح نتعرف على العطورات الشتوية وأكيد بعض النصائح الهامة بخصوصها مع ضيفنا حسان أبو حرب، خبير بتركيب العطورات. صباح خير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن العطور يلي هو بتحس إنه هوس الكل، هذا شيء أساسي موجود عند أي شخص، ولكن الاختيار للنوع الصحيح بكل فصل كمان كتير مهم. أول شيء رح نبلش نحن وياك نحكي في عطور شتوية، في شيء اسمه إنه هلا دارجة هاي الريحة ما بقى دارجة، خبرنا أكثر. تمام، أول شيء سعد صباحكم. بالنسبة لموضوع العطور، طبعاً في شيء شتوي وفي شيء صيفي. اللي بيفرق بين الشتوي والصيفي هي المكونات. يعني اليوم المكونات القوية اللي تقيلة مثل العود والعنبر والفانيل شتوي، هي شتوي، يعني هي ما فينا احنا نبخها بالصيف نهائياً. أما العطور اللي بيكون داخلها مثلاً البرجموت، بيكون داخلها النعنع، بيكون داخلها لمسة باتشولي بسيطة، هذا الشيء نقدر نحن نستخدمه للصيف. لذلك هذا الفرق بين الشتوي والصيف بالنسبة للعطورات هدول. هلأ في عنا كمان أشياء تانية، مثلاً نحن اليوم بدنا ناخد عطر بناسبنا لشيء مثلاً مسائي، عندي مشوار، عندي سهرة، عندي مناسبة، بدي أخد عطر لازم يكون مكوناته قوية، يكون فيها الجلد، يكون فيها العنبر، العود، نفس ما حكينا الباتشولي مثلاً. في مثلا نوع اسمه فول التونكا، هذا من المكونات القويه، هذا لازم نستخدمه شتوي وليلي حصرا. اما مثلا بدنا عطر شتوي بس يومي او مثلا نقدر نبخه باي وقت، هذا الشيء لازم يكون داخله مثلا الباتشولي مثلا مع البرجموت او الفواكه البسيطه او مثلا لمسه جلد، هيك شيء نقدر نستخدمه كيومي بالشتاء. اما متى ما حطينا العنبر والعود وهي المكونات القويه صار لازم حصرا مسائي يعني. تمام، لما فات حسان على الاستوديو وفاتت الروائح اللي كثير طيبه معه، وخاصه يعني اللي بيكونوا عم يشتغلوا بموضوع العطور بيكونوا فنانين ومزوقين جدا امثالك حسان، فيعطيكم العافيه. لانه كيف بتميزوا بين روائح العطور المختلفه؟ نحن يمكن بنشم ريحتين ثلاثه خلص ما عاد فينا نميز. كيف بتختاروا العطر الانسب لشخصيه معينه؟ يعني اليوم انا بدي عطر يلبق لشخصيتي، بيقول لك الزبون. تمام، تدرسوا الشخصيه قبل ما تعطوا؟ طبعا طبعا. احنا مثلا اليوم شخص فات مثلا مثل حضرتك فتت مثلا، انت لابس ستايل معين، على حسب ستايلك او شكلك او شخصيتك انا بقدر ابني شو بدي اعطيك. يعني انت اليوم اذا فايت كاجوال وسبور لابس رياضه وكاسكيت وهيك، انا طبيعي بدي اعطيك شيء سبور، بدي اعطيك شيء مثلا ليمون، بدي اعطيك شيء مثلا برجموت، شيء فريش، ما فيني اعطيك مثلا عطر عود. اما بتفوت لعندي مثلا لابس رسمي لنفرض شكلك محامي طبيب، بس ما فيك تبني من فوتو لعندك. لا بجوز هو فايت طالع من النادي فايت، بس هو شخصيته تمام. هلا اول ما فتت انا النظره الاولى بين معي هذا الشيء، بس فورا بدي اساله فورا بدي احلل شخصيته. انت مثلا شو الستايل بتحبه او شو الريحه النمط اللي انت بتحبه العطري؟ يمكن لك انا بحب هذا العطر، متى ما ذكر لي اسمه او ذكر اسم الماركه اخذنا فصيله، انا فورا عرفت شو اللاين او الخط العطري تبعه، لا بصير بمشي على اساسه. تمام. وبنفس الوقت احتمال اساله انت شو حابب، اقول لك انا مثلا انا رياضي بس انا اليوم عندي مناسبه، عندي عرس. حلو. بدي عطر لعرسي او عرس صديقي بدي احضره، انا هون ببلش بقى اعطيه شيء يناسب هذا الشيء. تمام، مو بس اعطيته انه خلص على ستايل، بس انا من نظره اولى بقي بس اني عرفت شو الترتيب تبعه. هون المعلم بيعرف يعطيني الشيء اللي بعرف شو اعطيه. تماما. طيب رح ننتقل للاشياء الموجوده قدامك اليوم على الطاوله لحتى نحكي عنها، ورح نحكي بخط العود. تمام، المسك، السبلاش، الميست هير، كل هدول القصص. في دائما هيك تفاصيل صغيره ممكن بيستفسروا عنها كل الاشخاص، المسك مع شو، العود مع شو، الميست هير في له فعلا شيء للميست هير يعني المعطر الشعر ولا لا؟ اي عطر انا بقدر بخه على شعري؟ تمام، هلا هذا الشيء كثير حلو هذا انه نحكي بهذا الموضوع، لانه اغلب العالم تمشي على موضوع انه عطور الشعر او السبلاش فينا نبخه على اي شيء. لا لا، هلا اول شيء احنا السبلاش هو عباره عن نسبه كحول بقلب السبلاش ما يعادل 66%.
يعني من نسبة العطر تكون قليلة يعني أيوة ترطيب هي بس إنه ريحة. نسبة الكحول بالبرفيوم العادي بتكون بتوصل لل 79%، بينما بعطر الشعر الهيرميست بتوصل لل 11% نسبة بس الكحول فقط. بقى هذا الشيء اختلافات. هلا احنا اليوم مثلا سبلاش انا بينبخ حصرا على الجسم، هو عباره عن عطر مرطب للبشره بعد الحمام وفي كحول كثير. تمام. البرفيوم العادي بيكون فيه كحول اكثر لان هو بينبخ على الثياب، يعني هو لازم الكحول لما بينضاف على زيت العطر بيعطي فوحان جدا عالي، يعني هي فكره الكحول. حلو انه لما انت تتعطر على ثيابك يعني لما بتروح انت بيعبي لك ثلاث ارباع القنينه كحول ما تفكر انه عم يغسل. لا 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 بالعكس، هذا الشيء عم يعمل الشيء الصح. لا لا هو عم يعمل الشيء الصح، بس هو الفكره انه لازم يكون مختار الكحول الاصلي وزيت العطر يكون اورجينال اصلي، متى ما انخلطوا مع بعض اعطاك انت التركيبه الصحيحه. تمام. فقط هي هي الفكره. اما مثلا عطر الشعر رح تكون نسبه الكحول فيه اقل شيء، هي فقط لينبخ ليعطي الانتشار للشعر على الشعر فقط. ولما بيتعطر واحد على شعره لازم حصرا يكون بعد ما هو جاف وناشف وجاهز، مو مبلل. اي مو مبلل ابدا. وفي عندك بعض العالم بتحب انه كثير تحرص على شعرها، بيبخوا على الفرشايه نفسها وبيمشطوا، هون بيعطوا لمسه بسيطه من العطر على الشعر، بحيث تكون مثلا اشخاص كثير بيخافوا على شعرهم ما انأذى الشعر كثير ابدا. هو اساسا ما بيأذي اذا مستخدم صح، ما بيأذي اذا مستخدم صح ما بيأذي. تمام تمام. ذكرتني بفيلم اسمه بيرفيوم، هذا اللي بده يطلع الروائح من كل شيء موجود بالطبيعة. فعلا هوس الروائح بتكون طبعا طبعا. في ناس يعني تجذب لبعضها من وراء رائحة عطر معينة. طيب سؤال كتير مهم، انت مع انه يلزق الواحد بنوع عطر معين تصير الايدنتيتي تبعه انه هذا بيحط هالعطر الفلاني، عرفنا فلان موجود بالغرفة لانه ريحة عطره موجودة، او مع التغيير كل فتره؟ والله شوف هذا الشيء كثير حلو اذا كان عنده عطرين، يعني عنده هذا العطر الثابت تبعه اللي هو له وبيستخدمه فقط دائما، حلوه هيكون هي البصمه انه وين ما فات هذا عطري، هذا انا موجود هون. بس كمان لازم يكون مثلا لنفرض اذا بيستخدمه مساء ما يستخدمه كمان الصبح او الظهر. هلا في عالم كمان بتغلط كثير بموضوع العطور، بيمشوا بموضوع مثلا عطر معين ثقيل مكونه ثقيل، تلاقي بيستخدمه بالنادي، بيستخدمه على السهرة، بيستخدمه إذا رايح يقعد مع رفقاته يأرجل، بيستخدمه بأي وقت. هذا الشيء غلط. يعني أنت اليوم مثلاً عم تتعطر بعطر مكوناته قوية، أنت نزلت على التمرين زعجت اللي حواليك، أنت زعجت كل اللي حواليك، أو مثلاً بعيد من هون رايح أنت مثلاً عند حدا على مشفى أو على عزاء، اي بعيد من هون مثلا، انت فتت على هذا المكان انت زعجت اللي حواليك، خنقنا الجميع وطمنت عليه. يعني هذا الشيء غلط للاسف. انا احيانا بكون بالتمرين بفوت واحد باخخ عطر كثير ثقيل، انا بكون حدا بكون رفيقه مضيفه قنينه العطر بخمنا، فاحنا بنعاملها ببخها كمطفايه حريق. يعني اجت الفرصه ويلا بخ 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 بخ، ببخوها باي وقت. يعني ما عاد بيمشي انه هذا يا ترى هلا هذا المسا، هذا انا لابس جوخ، انا لابس نص كم، لا اي شيء يلا بس عم بخ. هذا الشيء غلط صح. طيب خلينا نستعرض الاشياء الموجوده معنا. تمام. نبلش من السبلاشات اللي قلت لي انه نحن مدخلين لها شويه كريم. هذا هو انا من تركيبتي الخاصه، هو اسمه رغوه عطر، هو مزيج بين اللوشن والسبلاش مع بعض. نحن نعطي غنى عن السبلاش وغنى عن اللوشن، خلطناهم مع بعض، عملنا مزيج نحن بنبخه على الجسم فورا بعد الشاور، بيعطي نعومه وترطيب للبشره، ترطيب وتعطير، وطول اليوم بضل عم يعطي فوحان للجسم. حلو. بالريحه ثباتيه كيف؟ يعني انا اذا اجيت لعندك قلت لك بدي ثباتيه كثير عاليه، يعني انا مو بخ من هون وبعد شي ساعه ساعتين انه خلص. تمام. يعني حلو. تكون كثير خفيفه. هذا الموضوع كثير كثير ضروري انه نحن نحكي فيه لحتى نلفت نظر للعالم على هذا الموضوع، انه تقلي. ايوه هلا هذا ما في شيء اسمه تقلي. هلا اول شيء انواع العطر، يعني نحن اليوم مثل ما حكينا في عطر ناعم وفي عطر مثلا وسط وفي عطر ثقيل، هذا بيلحق المكونات مثل ما حكينا. بقى نحن اليوم لما انا بدي اختار عطر مثلا صديقتك عم تتعطر فيه لهذا العطر وحلو هو، انت اجيت تعطرتي فيه يمكن ما يناسبك، يمكن انت الجينات اللي عندك ما يعني تزبط مع هذا العطر، بينما رفيقتك مثلا زبط عليها. انت مثلا اخذتي عطر ناعم وحلو وقال لك مثلا اسمه كذا وهذا العطر كثير رائع، بس انت لما عم تبخيه يوميا كثير حلو، بس لما بخيتيه على السهره ما سبق معك. مش كيف فعلا مثل ما قلت نقطه، في كثير مثلا من الروائح بنشمها على غيرنا بتكون رائعه بتزنق جدا، وقت اللي بنحط على حالنا يعني ما بنحس بهي الريحه اللي شعرنا فيها من الشخص. تمام. المقابل. هي جينات بقى، هي الفكره. بس نحن اليوم انت لما بدك تفوتي مثلا عند اي شخص مثلا بيركب لك العطر، هو اهم شيء يكون موثوق بموضوع الكحول الثباتيه، ايه موضوع الزيت، متى ما كان الكحول اصلي والزيت اصلي واعطاك العيار الاصلي بالجرام الثباتيه، هذا بيصير الثبات معك، بالاضافه لمكونات العطر اللي اخترتي، يعني هدول حصرا كلهم مع بعض، يعني سلسله متكامله مع بعض. تمام. طيب
نروح لشغله بنشوفها على الانستغرام وعلى يوتيوب كثير انه نصائح لا تبخ هون بخ هون عند الرسغ عند المعصم عند الكوع خلف الاذن النبض وين بدنا نبخ العطر وفي اماكن معينه بالجسم بيضاين فيها اكثر من اماكن ثانيه هلا هذا كمان سؤال يعني كثير حلو لازم العالم كله تعرف بتفاصيله هلا احنا اليوم العطر اول شيء في عالم بتروح بتقول لك حط فازلين وبخفه وعطر هذا كله غلط بيضاين هذا كله غلط هي المشكله اللي بيضاين يعني سوري لو قاطعتك سالتها نور هذا السؤال شوي اعطيني العطر اللي ببخه بخه واحده وبيضل بعد اسبوع تمام ما في هيك شيء صح لا هو في هيك شيء لما بيكون مكون العطر تقيل بس يعني لما بيكون داخل العود او أوكي. العنبر او الفانيل او الباتشولي او الجلد هذا الشيء يعني 100% بده يعطيك هذا اليوم واثنين طيب وين بينحط العطر تمام هلا نحن بدنا طريقه استخدام العطر اذا نحن عندنا مثلا عطر عادي كحولي بده ينبخ هون بختين بينمدوا وبخه بخه وراء الاذان فقط والباقي تعطر كتافك الكتف مع هون فقط انت لما بتبخ اغلب العالم بيمسكوا العطر وبصير بيبخ لك فورا بخ 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 بخ, 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 بخ هذا الشيء غلط ليش نحن اليوم بخينا عم نطق الصدر انا طول ما لي ماشي انا عم شم الريحه وما فصلت ما عاد شميت بعدين وتضايقت واللي حوالي ما عم يشمني صح ولده يقرب ليشم طيب انا بخيت على كتافي كامل صارت تفوح اكثر صرت انا قاعد بالجلسه الطبيعيه بس يعني بس انا الحركه الطبيعيه تبعي انا فاح العطر حوالي واللي جنبي شمني اللي جنبي شمني انا وعم بمشي كل اللي حوالي شم العطر بالاضافه انا لما بخيتهم هون بس هن كرمال لما انا سلم على شخص لما انا سلم طبعا. على شخص هو يشم ريحتي اكثر هي الفكره مو نحن اذا حطينا هون فاح العطر على فكره يعني في حتى هيك بروتوكول واتيكيت بوضع العطور والتعامل معه في ناس بنكون بوسائل النقل العامه بتطلع صبيه بيكون من عند الشوفير لاخر مقعد ريحه العطر تبعها او طالعين على درج معين معناتها جارتنا اللي بالبنايه اليوم كانت هون او العكس صحيح تماما ما في عطر او ما في عطر بالمره هي الكارثه بحد ذاتها هلا هدول العطور اللي بيعملوا هي الفوحان العالي هدول العطور بيكون مكوناتها داخل اكيد اكيد برجموت دائما البرجموت عم تكشف اسرار انت اليوم لكن البرجموت لانه هو مكون كثير فواح كثير قوي وعندك الباتشولي كمان مكون كثير فواح كثير قوي وبالاضافه للورد انواع الورد واسمك ورد يعني. الله يخليك اسمي ورد واليوم حسان مشكور يعني اعطاني شغله اللي انه هي بتشبه شخصيتي هي بتشبه شخصيتك شو شو هي مكونها جلد وباتشولي وفيها العنبر وفيها التراب فيها تراب شو عرفك برجع ازرق تراب ايه شو ميزاتها يعني بتضاين ما بتضاين هي بتعطيك ثبات كثير حلو بتعطيك فوحان بالمكان اللي انت فيه اللي تعطي لشخصيتك انه هذا هو ورد تمام يعني هي نجرب ونعطيك اليوم النتائج اليوم فورا اعطيني الفيدباك شكرا كثير لك حسان لوجودك معنا للمعلومات الحلوه اللي اخذناها منك نحن مو بس عم نحكي عن عطر عم نحكي عن اساسيات فعلا لازم يكون عندنا درايه فيها شكرا كثير لك اهلا وسهلا فيك وبدي اقول شغله نحن ما عم نحكي عن شيء منعزل عن الواقع اليوم بدمشق وبحلب وبالمحافظات السوريه العطارين او اللي ابتكروا أنواع من العطور هن قاموا بتجارة كتير هائلة كان في خط تجارة اليوم بمر من أوروبا للهند بيوصل بالشام وبحلب هو قائم على موضوع العطور وتبادل العطور وقديش هذا الموضوع عم يجيب دخل لبلدنا الحبيبة سوريا فشكرا لأنكم بهالظروف الصعبة لساتكم محافظين على هالأصالة وقائمين بهالمهنة أهلا وسهلا فيك حسان يا رب أنا كتير تشرفت فيكم كتير مبسط بالبرنامج وصباح الخير